تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برسالة تهنئة من فخامة الرئيس ألكسندر فان دير بيلن الرئيس الفيدرالي لجمهورية النمسا الصديقة، عرب فيها عن خالص تهاني لسموه حفظه الله بمناسبة توليه مقاليد الحكم، مشيدا فخامته بالعلاقات الوطيدة بين دولة الكويت وجمهورية النمسا الصديقة، كما ضمنها فخامته خالص تمنياته لسموه رعاه الله بدوام التوفيق والسداد. هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة جوابية لفخامته، عرب فيها عن بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه فخامته من فيض المشاعر الطيبة، ومتمنيا سموه لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية النمسا الصديقة المزيد من الرقي والازدهار.